ممكن تشرفنا على الحفلة بعد بكرة دكتور؟ حفلة؟ حفلة شو هالمرة سيد إسلام؟ حفلة زواج بنتي دكتور. يعني تشرف تشرف، أي بنت من هون؟ لأنه ما شاء الله عندك دزينة الوسطانية. قديش عمر هالبركة؟ عمرها 9 سنين دكتور. شو إشباك سفنت هيك؟ لك البنت بعدها طفلة. شو عرفك إنها طفلة؟ ليش أنت شفتها شي لا سمح الله؟ لا ما شفتها. وزنتها شي أخي؟ لا 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 شفتها ولا زنتها. ليش الزواج عندك على الكيلو؟ على العمر والحجم والوزن دكتور. ايه عشنا وشفنا، اكيد الشرع هيك بيقول، ما هيك سيد اسلام؟ ايه دكتور، ستنا عايشة تزوجها الرسول وهي بنت 6 سنين، ودخل عليها وهي بنت 9، ولما مات كانت بعد بنت 18. ومش ضروري تكون كاملة بشخصيتها وعقلها سيد اسلام؟ شو خص العقل بالزواج يا دكتور؟ المهم تكون مليانة لحمة وجسمها قوي. ستنا عايشة بتأكد هذا الشي وبتقول: أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب، يعني الخيار والبلح دكتور، فسمنت عليه كأحسن السمن. هلأ أنت بتزوج بنتك بس لأنه الرسول جوز عايشة وهي طفلة؟ إيه نعم، نحن منقتدي بسنة رسول الله دكتور. إذا كان رب البيت بالدفي ضارب فشيمة أهل البيت الراقصوا، هيك أولاك دكتور؟ إن شاء الله بنتك سمينة وقوية سيد إسلام. طبعا طبعا، معقول يسلمها لزوجها وما تكون قوية دكتور؟ شو مفكرني أجداد؟